نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان البطحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ينطلق بحفظ الله ورعايته أحد الأشواط القوية، الشوط 13 المخصص للإبكار، 1500 متر تحمل في طياتها التحدي والإثارة والمتعة بين الأسماء الحاضرة. أذهب بكم إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى هنا هملولة علي بن عبد الله بن عوض البلوشي على المركز الأول. ثانية المراكز أتراجع لأجد القادمة والمتقدمة، هنا الوسمية سالم بن محمد بن سالم الشبيبي. ثالث المراكز الحاضر على المركز الثالث، هنا المتقدمة والقادمة يبارة حمدان بن غدير الوهيبي، والتدخل أيضا من جانب الشاهنية حمد بن مسلم الجحافي، وهنا القدوم من جانب ضجة عناد بن أحمد بن حمد الحرسوسي. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الرقص، إلى الأداء، إلى المتعة، إلى الإثارة، إلى المركز الأول، إلى البلوشية على الصدارة. هنا مع هملولة علي بن عبد الله بن عوض البلوشي مع المقدمة، مع المركز الأول، مع هذا الأداء، مع هذه المتعة، مع هذه الإثارة في انطلاقة هذا الشوط، الشوط 13 تأتي هملولة تقدم هذا الأداء بقيادة علي بن عبد الله بن عوض البلوشي. من يقدمها وإلى منجم السبق السلام والعصاف الأبطان، يا له من أداء، يا لها من نوعية، يا لها أيضا هنا يا له من تقديم، يا علي بن عبد الله، يا بن عوض، يا البلوشي، ويا هدوء أعصابك، حرك هملولة، حرك هملولة. وهنا خط النهاية يرحب بهذا القدوم، تسلم تسلم وسلام الأبيض، سلام سلام علي بن عبد الله بن عوض البلوشي على هذا الفوز والانتصار. ثانية المراكز أتت في المركز الثاني، هنا الواري محمد بن حمود الحارثي. ثالث المراكز أتت فيها أيضا هنا ضجة عناد بن أحمد بن حمد الحرسوسي، توقيت هملولة علي بن عبد الله بن عوض البلوشي. هنا أيضا دقيقتين 4 ثواني 32 جزء من الثانية.